أسعد؟ نعم نعم تحسين بيك. اسمعي يا أسعد. نعم. قل له لابنك يبعد عن بنتي نور أحسن ما يجيب آخرته. خير خير تحسين بيك، شو صاير؟ طيب إذا نحن كنا وافقنا على الخطبة وأنا بالأساس ماني موافق، اتصل معه لهون بنتي واقفة مع رفيقة بالجامعة، شو له عندها حتى يبهدلها وشرشحها؟ اسمعي يا أسعد. نعم. أنا بطلت وما بدي هالجوازة، عم تفهم؟ هلا ما الواد له حق طبعاً، دمه حال، شايفها واقفة مع رفيقها، عايز يسكت؟ من وين؟ عفواً يا أخ، أنت شو لك علاقة حتى تتدخل بالحديث؟ أنت بنتك توافق مع مين؟ مع رفيقها، رفيقها يا عمي. أنت كمان موافق؟ شوف يا أسعد. نعم. أنا حذرتك، وهذا آخر كلام بيني وبينك. مين ده؟ הסיבור לא מוצא חן בעיניי, דוד. עשה רקיקה שווי ולמוברירת אותה יפה. שוב דוד, נחנה הון חלס, בטלנה נסתכדם ג'הז קשף אלכזב. סחי שאול? ליש בטלנה נסתכדם ג'הז קשף אלכזב? לעני אנה שחסי ינסורת ג'הז كشف كذب. رايح انت على مزارع شب، عم تتمشى وانت فايت على مزارع شب، وصلت لجوا على كرم زيتون، طاح مش هيك؟ مظبوط؟ حدا ضربك على دماغك وقعد بالارض، بسكوك شالوك عملوك اسير. حلوه كثير القصه دفت، حلوه كثير بس خفيفه خفيفه، صعب صدقها. زي ما شكراه ادون مناخم. طيب 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 انت ما عندك قصة تانية هيك يعني شوي مشلبنة تحكي لي اياها؟ والله انا مش عارف سيادتك ايش قصدك، انا كنت مأسور واعصابي تعبانة وحضرتك بتحكيني كأني مذنب. صح صح، وجعت لي قلبي عليك كتير، انت فعلا اعصابك تعبانة، يمكن انا كمان ضغطت عليك شوي وتعبت لك اعصابك. طلع فيني لما بحكي معك هون بعينك بعيني. هاي شو؟ ظريف ديفيد كتير. شوف استحملني شوي، أنا عندي قصة تانية ممكن إني أنا أحكي لك إياها. أنت بتعرف إنه نحن دفعنا فلوس كتير لحتى رجعنا الأسرة، تحملنا كتير، فأنت معلش خليك لذيذ واستحملني شوي. بفكسة أدون مناخم، بفكسة. إيش يا شاول؟ لو أنا كانت ظروفي المادية صعبة، يعني كنت فقران شوي ما معيش فلوس، وجا واحد قال لي بدي أدربك على التمثيل وبعدين بدك تروح تمثل دور أسير لمدة أسبوع وبعطيك مليون دولار، إيش كان ممكن أعمل يعني؟ زبيدي خاء أدون مناخم، ما حد بدون يصدق اللي بتقوله سيادتك. صح صح، ما حدا بالدنيا صعب حدا يتخيل الشيء اللي بقوله. طيب أنا ليه ليه يعني؟ ليه أنا بتخيل هذا الشيء؟ ومين برمي نفسه بالنار عشان الفلوس؟ شيء لا توفى، شيء لا توفى. أنا عندي سؤال واحد وبس، ما بدي أكتر منك، مين يلي عمل الصفقة معك لحتى تقبل تلعب دور الأسير؟ حضرتك تحكي كأنه هالشي صار فعلاً سيد مناخم، هالشي ما صارش، واللي صار قلت لك يا بالحرف والله. تخفش تخفش، انا بس كنت عم بتخيل كرم الزيتون، انك انت داخل جوات كرم الزيتون انت وماشي راعد لك الفيلم نفسه، نفس القصه اللي انت حكيتها. طخ ضرب على دماغك وقعت بالارض، شالوك رحت مثلت دور الاسير اخذت فلوس. شو هالخيال شو هالخيال؟ الله يعين يلي بيكتبوا الافلام سيناريو، يعني قديش بيتعذبوا لحتى يعصروا خيالهم عصر عصر لحتى تطلع معهم الفكره. اهلين ديفيد، اهلا وسهلا فيك. ايش بتشرب؟
مساء الخير. أهلا وسهلا. فرد واحد؟ اه تفضل. تحت امرك ناجي بيك. وانت ورايا ورايا؟ على راسي تقبر قلبي. بقولك انت لسه عندكم بيضات الغنم دول؟ عندي احلى بيضات بالشام كلها، بس خليني اسوي لك اياهم على كيفي. بقولك يا ريمون، هما بيصوروا ايه هنا؟ برنامج التلفزيون السوري. ودي ممثلة؟ لا، هي مدام كاميليا صبحي، ست مصرية وهم كتير تبع الأمم المتحدة وناشطة من ناشطات السلام. ناشطة؟ فعلا ناشطة، ناشطة قوي. وكيف بتشوف الدكتورة كاميليا الموقف السياسي بالمنطقة؟ والله قبل ما نتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي، المفروض إن احنا نتكلم عن التمزق والتشتت والتفكك في المنطقة العربية كلها. بصراحة الحكاية ببساطة شديدة جدا، إن دول واقعين مع دول، ودول جايين عايزين يخلصوا على دول. أهم دول بقى جايين عايزين يساندوا دول، مش علشان حبا فيهم ولا حاجة أبدا، دول بس جايين عايزين يوقعوهم. هذه الحكاية. شكرا جزيلا دكتورة كاميليا. شكرا. مساء الخير يا دكتورة. تسمحي لي أعبر لك عن إعجابي الشديد بكل كلمة قلتيها. أنت لخصت القضية حقيقي، يعني لخصت القضية تماما، خصوصا في الكام جملة الأخرانيين دول. ميرسي أوي. أنت مصري؟ أنا ناجي عطا الله، راجل أعمال مصري. تشرفت. تسمحي لي أعزمك على عشاء؟ أنا أسفة جداً، ما بتحشش. لا 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 لا، قصدي شوية بيضات غنم، حاجة خفيفة كده. وبعدين هقولك على حاجة، أنا أصلي ما بحبش أكل لوحدي. أمال الفرقة بتاعتك راحت فين؟ فرقة إيه؟ أنا شفتكوا دخلتوا الأوتيل مع بعض. ولادك؟ لا مش ولادي، لا أنا مش متجوز. دول فريق تايكوندو جايبهم هنا عامل لهم معسكر تدريب. أنت مدرب تايكوندو؟ لا أنا مش مدرب الحقيقة، أنا بصرف على الفريق، أنا الراعي الرسمي، يعني حاجة كده بنعملها عشان مصر. والله شيء جميل، جميل إن الواحد يكون عنده اهتمامات عامة في زمن ما حدش بيفكر غير في نفسه بس. بس حق أن يولد من عاش لنفسه. هو جوز حضرتك معاك هنا في اللوكاندا؟ لا. طب كويس. ايه قصدي يعني ما جاش معاكي ليه؟ لا احنا منفصلين اكتر من 10 سنين. حمار؟ نعم. ايوه حمار. حد يبقى في ايده جوهره زي القمر زي حضرتك كده ويفرط فيها؟ طب عليا الطلاق بالتلاته اللي اتعشى سوا. ناجي بيه. بلا بيه بلا تي، قولي لي ناجي على طول. انا هاكلك بيضات غنم. بيضات غنم كويسه قوي. يلا كيمو.